السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا ليال ميلو البؤو دوني ذيك تشوكتان السلام يا وحان الله تبارك وتعالى ويدي سنينا إن مصيبوين كتشرا وإن قرم مريو إلهي وحان ويدي سنينا تبارك وتعالى إن تحنوصا إنو إنو عافيو إنت الإمتي سببتي دومان هول انتاني إنو إلهي تبارك وتعالى أن حرستو إنت إنك لا عافي ماتك غبتان إنو إلهي تبارك وتعالى لباتوين كسعودية بلايوين كإن قرم مريو. نبينا صلى الله عليه وسلم حكود عيسان شري دعوين فربضان، وحكم بذاها دعوين كأن سلاهي إن مانت اللقوع العليو أي كم بالتهاي دعوان هذا الصوصعود. وحو نبو لي شري: اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نبقى صلى الله عليه وسلم حكود شري: إلهي وحن كام قنقل يا برسك وحلو يغانو وعذر شرك قرعه وقفكم مذب كيس بدله، والجنون والي يعني الله كان مغان قليا، والجذام جذام كنا وعذر تلك كودا عاسونا لكن وقو قو يا غفكا، ومن سيء الأسقام عذر رضا كو واضح حن أردن بان الله كان مغان قليا. مركا إنان دعاي سنو أو دعاة النبي صلى الله عليه وسلم أفصو مالي بوات كو دعاي سن كرتاي إلهو حن كان مغان قليا برس يا والي يا جذام كو حلو يقاني يا عذر رضا حن أردن بان كان مغان قليا لغا مرمانوي. حكم إذا دعوين كأن ليه لا إنه كدعى سنه إن الإله كم عن الله إنه ما أنت كرانة إلهي والنجار مريه أنت وهينا وقدر هذا سجارة وحن ما أنت عدك نوقت على جلي دتك الدجن مجال ذن إنه الدجن هي سنكلور إنه واحد وحن ما لينا إنه تكود درك سنتين قفك النيوز كلا صعدة مجال ذي إنه وحي النقطتي مجال ذا وجود درن وضن كمريكن كا وجود أهان مشى وجود درن أحنون كان هذا الدراجة إيه آتك أفافية إنه وحنا قلناي مجال هذا وجود درم بينه نغني وآد وقفافة يا أما وورد عيو وربعين تا كل دوان يجارها لوكل كأما وضنك جودي هسا أنا وحي تلمام يعني إلهي بحقيقة أقول لكن وحي وحي أدرس يعني أما قيمين يعني معلمها صوص على أما سدح البريء صوص على تحنون كأنه كسي دري دهانه وماشى وجود درم أي نغندانته مجال هذا إنه أي نغندانته إلهي بينه صبره ما يصنع هاي حدنا لكن دتك وحقيقنا ما وحقيمية هولها كم مشغول صن وحش شيء وحياه بدله كم دواجيران سيدا أي وحقيمين يعني إن النقاني نويدع كرتها هذا ومحين لجودبون وحين لجودبون مركب كوبات ونصدر دار من إلهنا ترى صهرنا عدة كلية إن بتبعدين كرتها عافماتك يعذر كهيسة كيريدة ينرش هيسة أصدق إن لين عيسى أطهر سن اللوب بهي هي أن ترى صهرنا وربي تبارك وتعالى إن إله برنا لقى مارمان وحلو كرا بشي بركة سنيد رمضان النبي القرآن كأخرين شري النبي الدعاية شري صلى الله عليه وسلم شيطان كأرنا الباب دي سباحرا الباب دي تنظر إيه رحمة أي فرا مرك إنا الإله جعمها أهر صنع نران إله تبرت النذوان أرجنا الدون كتبرتي سو أركي نقال وحوي تري وعي هرمر وحوي تري وعي البحنم وحوي تري وعي ذي نخاطير يسبتال وحوي تري وعيين إله أود هذا ترتوان سيبني الله بلاد نقد الغاب إنا نحن لقى مرمان وين؟ مدة لبعض حوي وحقال لي روج يعني أذين يا ضدك حنوك وكل عين مجال ذي إن الصومالي وي أما الصومالي بقى أبضن. أنت إسبار يقولي بقى لقى حالي صومالي بقى بدينه. أنت قلت شيفتين وقرن إن أنا وي بدينه. مركو حال لقى مرمان ولا ليال إن أي نتحدى الرؤى دردار ماذا الله إن الصين هي أي نقاد النوى لقى مرمان. إن أي نصاحنا نوحي سنك اللي وحدناي جعمها أي نحرنا جعمها أي نرقنا تلوين كلا إن الصين هي هرين اللي نسي أي نرعنا. arintaas ayadana laga marmaan ka waxa weeyaan jacayl inaan tilmaamo in marba inaan idinka cabsiyo laakiin waxa dhici karta xaalad weyn ay adkaato oo lisbuuqan waayo dad badan inay dhintaan baa dhici karta
waxaa loo baahan yahay marka in aad loo sabro, la dulqaato. Waxaa laga yaabaa ama haddaba jirta qof adiga ku dhalay ama kula dhashay ama walaalkaa ah ama qofkaad iskugu dhaweydeen ah inuu isbitaalka xaaladiisu intay khatar gaadhan la dhigo oo lagu yidhaahdo lama booqan karaba, qofkiina aada xataa codkiisa maqlaynin. Waxaa loo baahan yahay marka Ilaahay inaad u jeedsato ood xagga Alle u dhaqaaqdo. Samir iyo dulqaad iyo adkaysi baa loo baahan yahay, iyo duco in laysku daro. Waxaa dhici karta dadka qaar inay dhintaan, ma saadaalinaya, laakiin geeridu waa xaq, cudurkan baa sabab u noqon kara. Waxaa dhici karta marka sida meelaha qaar ka dhacday in dadkii la raacaba in la diidaba oo la dhaho 10 qof ka badan ma raaci karto. Waxaasoo dhan aan maskaxda ku hayno iyo khatarta cudurkani uu leeyahay waa lagama maarmaan. Marka markaasoo kale waa inaan u hoggaansanno dhakhaatiirtu waxay leeyihiin, dowladdu waxa ay leedahay, iyo culimadeenna mar walba ina dhiiri gelinaysa waxay dhahahayaan. Maxaa yeelay culimadu ayaga ayay dowladdu xataa la soo xidhiidhaysaa. Meel dhowit hadda conference aan ka qayb galay oo Minnesota culimadeed oo dhan iyo dhakhaatiir iyo dowladda qeybaheeda kala duwan ay kasoo qayb galeen, aad baa looga cabanayay soomaalideenna runtii. Dhallinyarada ka waran oo qaarkood dhallinyarada banooniga ciyaarta laga cabanayay, macnaha cudurkii oo faafaya haddana banooniga iska ciyaaraya meelahaas kugu imanaya, dadkii oo macnaha aan guryahoodii joogeyn, waxaasoo dhan baa laga cabanayay. Hadalkayga waxaan kusoo koobayaa inaan taxadaro weeye, wax walba oo dhici karana waa inaan sii xisaabino oon ku talagalay intuuna dhicin. Ka hor samir iyo dulqaad waa inaan kaashanno, Ilaahay tabaaraka wa tacaalana waa inaan tala saaranno, waa inaan Ilaahay tabaaraka wa tacaala barino. Mar walba waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaan waxii kelimadeena idin dhihi karaan idin lasoo wadaagno. Ilaahay intii dhimatay allah u naxariisto, inta xanuunsanna allah inoo caafiyo, intaynan caafimaadka qabtana allah inoo ziyaadiyo, musiibadana adduunka oo dhan guud ahaan allah ka dulqaado. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.